السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بعد أن بدي بدأ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم هذا الفيديو في أحسن الحال والأحوال، أنتم وآليكم وكل من عز عليكم، اللهم أمين يا رب العالمين. والإخوة، جينا لمدينة الوالدية، خرجنا الخريجة هذه للبحر، كاين هاد عمليات تاع الجزر كما تشوفوا، البحر دوك راجع، وبقى هاد الصخور هاكا تتبان رائعة كما تشوفوا. مسكت في هذاك الربيع المرجان كما تشوفوا، الرائع. دروكا من هنا الليل، دروكا هانيا تم عملية تاع المد تاني، وانا قاعد نيت بها عامرة بالماء، انا وصلت الليل دروكا هاد العشية هادي، راه الجو زوين هنا على الشاطئ، رائع، الهواء نقي، الهدوء، سكينة. بنادم عندو الوليدات يجيبهم يخرجو شوية يدورو، لاباس. والله هادي رغم أن الكراء شوية غالي هاد المدن الساحلية، عندي واحد الطرف تاع الميزانية تاع الإنسان، ولكني تيقول أمام متعة واستمتاع عن أهل الوليدات أي حاجة تتهون. هنا راه تبارك الله عامري بالعائلات، هنا لابلاج هذا باقي العائلات، ناس بعقلهم واعيين ومحبين تسلق هاد الصخور. خصو يكون بلاد ملابس مزيان، حيدا اما صباط تاع الميكا ولا شي صدارة الميكا شوية لا تكون لاصقة، لأن هنا الصخور شوية مديرة تكون ماضية، ما يقدرش بنادم يمشي بها يمشي فوقها لأنها تدو تدو. شوفوا هنايا ماضية، شتو يكون ماضي ماضي بزاف، هنا بنادم إلا ما لابس شي حاجة يقدر يتجرح في القدم ديالو ولا شي حاجة. كيما تشوفوا أنا هدايا واخد الاحتياطات ديالي، كيما تشوفوا الصدارة تاع الميكا مخصصة لهاد الغرض هذا. ايوا كما تشوفوا منظر رائع، الغروب كاين شويه تاع الضباب، جو رائع. ان شاء الله مره ندير لكم فيديو باش كما تنستمتع انا تانتوما تستمتعوا، خاصه الناس اللي في الغربه محشين البلاد. استمتع الجميع. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.